عندي مسألة تاريخية هنا أود أن تحرروها لنا. نسمع كثيرا أن الحنابلة يعني متشددون وكذا وكذا، وأنهم هل هذا له أصل تاريخي أو هي دعايات فقط وخلافات مذاهب؟ هذه خلافات مذاهب، وأيضا تشاع، كل مذهب تشاع عنه قارعة يراد به التنفير من أصحابه، والسبب هو التعصب المذهبي. ولذلك قال الزمخشري: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني بغيض حلولي كريه مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيسر يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجحال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم. فكل مذهب يشاع حول أصحابه قارعة، وبالأخص المذاهب التي حصلت فيها فتن معينة. فالحنابلة حصل لهم في بغداد مشكلات، منها فتنة القشيري أو ابن القشيري التي حصلت في بغداد بين الشافعية والحنابلة، وكان الشافعية إذاك يسمون بالأشاعرة، وهي أول فرق تفريق بين الأشاعرة والحنابلة، قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لم يزل الحنابلة والأشاعرة يدا واحدة حتى حصلت فتنة ابن القشيري في بغداد. وكذلك قضية الإمام محمد بن جرير الطبري، وابن جرير الطبري كان بينه وبين بعض الحنابلة بالأخص حنابلة بغداد قالوا تعصب، دفن في داره، ما جعلوا لا يدفن في المقابر، وضعوا الحجارة على بابه حتى سدوه لم يستطع أن يفتحها. وكذلك الخطيب البغدادي حتى مات في داخل البيت، لا هذا يوم يوم ما مات منعوه من الدفن المدة، لكن هم ردموا عليه الباب بالحجارة في حياته حتى جاء من أنقذه، والخطيب البغدادي كذلك، وكذلك النابلسي الذي جاء ووجد فقهاءهم في نابلس فأرادوا إخراجه، نعم، فاحتالوا عليه تلك الحيلة المشهورة. طيب، فهذا كله أفعال أشخاص فتنسب إلى مذهب ظلما عدوانا، فيكون التصرف إنما ينسب إلى الأفراد، وأخطاء المذاهب والجماعات والفرق هي من هذا القبيل. كثير من الناس الآن يرى تصرفا لشخص من بلد معين أو من طائفة معينة أو من مذهب معين أو من جماعة معينة، فينسب تصرفاته لتلك الجماعة جميعا أو لتلك الطائفة أو لذلك المذهب، وهذا لا شك غلو وتشدد ومجاوزة للعدل الذي أمر الله به في القول والفعل.